اليميش كلمة ارتبطت بشهر رمضان الكريم وبيرددها كتير جدا من الشعب المصري سواء كبير أو صغير، لكن هل الناس كلها بتعرف معنى كلمة يميش ولا لا؟ يعرفوا أصلها إيه؟ زميلنا محمد عصام نزل الشارع وسأل الناس عن معنى كلمة يميش، وهنعرفه دلوقتي من خلال تقريرنا الجاي. رمضان دايما بيتميز بالمأكولات والمشروبات بتاعته اللي بنستناها كلنا من السنة للسنة، زي المشمشية والقراصية واليميش والكركديه والخروب والتمر الهندي والصوبيا. احنا اخترنا اليميش عشان نسأل الناس ايه معنى كلمة يميش. ما اعرفش، عمري ما سمعت عن اكل في رمضان، بس مش بس ما ناشفينه، ما اعرفش. زبادي، حطوا الزبادي. انا اليميش بالنسبه لي اللي هو الخشاف والتمر اللي هو المبلول وكده بس، واللي هو المشمش والحاجات دي، حاجات رمضان مكسرات وكده بس، لوز وجوز وبندق وفستق. يميش ده اللي هو القرافيع والمشمشية و كل حاجات اللي فجأة. اليميش اللي هو المشمش والقراصية والتين والبلح اللي بيتحطوا في الخشاف يعني. والله مش عارف، بس مش عارف الكلمة جت منين اصلا يعني. حاجات بتاعت كوباية البلح، هي دي اليميش صح؟ اليميش ده مش اللي هو المشمش المجفف صح؟ يميش دي حاجة بتتاكل في رمضان؟ لا مش عارف، يميش دي حاجة بتتاكل في رمضان؟ لا مش عارف. يميش ده اللي هو بيبقى فيه بلح ومشمش وطين بس. يميش في رمضان هو البلح والمشمشية والقراصية وممكن مكسرات من ضمن يميش، وممكن الحاجات بتاعت البلح بتبقى في كوباية وبقى القمر يتزين والحاجات دي كلها يعني. يميش ما هي مكسرات، لون مكسرات، حاجة زي مكسرات كده، ما هي بتعصر كده مش عارف. يميش في الغالب اللي هي مجموعة مكسرات وحاجات زي كده اسمها يميش يعني. يميش افتكرش اهو، مش واخد بالي قوي من الكلمه يعني. يميش يميش اكيد دي حاجه بتتاكل صح، بس مش عارف ايه لان انا ما دقتش طعم اليميش قبل كده. انا ممكن اشرب بلح بالقبل، ارطب على حليب زبادي بتاع. اليميش يعني الفواكه المجففه، وهي كلمه من اصل تركي ودخلت قاموس اللهجه العاميه المصريه من ايام العصر الفاطمي، وبتعني كلمه يميش في اللغه التركيه النقل الرمضاني. وكل سنة وانتم طيبين.